طبعا الماتش هيبقى صعب لان الزمالك كسبان السوبر الافريقي ومنتشي، والنادي الاهلي ماشي كويس جدا في بطوله الدوري وفي افريقيا، وان شاء الله الماتش هيبقى صعب في الملعب طبعا، ما نقدرش نحسم مين، لكن ان شاء الله خبرات لعيبه النادي الاهلي تحسم الماتش يا رب ان شاء الله. والله دايما مباراه الاهلي والزمالك بتبقى مباراه صعبه، بتبقى مباراه جماهيريه، بيبقى فيها ضغط عصبي، وانا اعتقد المباراه ان شاء الله باذن الله هيبقى الفوز للنادي الاهلي. نادي الزمالك طبعا عنده دفع معنويه من السوبر الافريقي، ولكن احنا عندنا ثقه في لاعبتنا وجمهورنا اللي موجود في الامارات، ان شاء الله يملى الملعب ويشجع فرقتنا، وان شاء الله باذن الله نكسب سكور كويس باذن الله الماتش. طبعا دوله الامارات طبعا دوره كبيره، وهم يعني طبعا جربوا قبل كده كذا مره الماتش السوبر، يعني طبعا كان بيطلع بشكل جميل جدا. يعني ماتش طبعا انا شايف ماتش صعب، طبعا ماتش الزمالك خارج من ماتش كسبان ببطوله، واحنا يعني الحمد لله برده ماشيين بمستوى كويس جدا في الدوري وافريقيا، فهيبقى الماتش اتمنى يكون الماتش طبعا كويس ويليق بالاهلي والزمالك، وان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله. يعني ان شاء الله ان شاء الله الماتش اللي جاي طبعا ماتش صعب، وماتش طبعا يعني اهلي وزمالك، فكده كده لازم ليه طقوس واحترام، بس ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيفوز. الاهلي عامل موسم كويس جدا، والمدير الفني الجديد عامل معاه شغل جامد جدا، وان شاء الله ان شاء الله نقدر ان احنا نحقق الفوز باذن الله يوم الخميس ان شاء الله رب العالمين. باذن الله ربنا يكرم النادي الاهلي ولعبته، وتقدر تفرحنا وتفرح الجماهير كلها باذن الله رب العالمين. مباراه مهمه طبعا مع ديربي نادي الزمالك، الحمد لله رب العالمين فرقتنا الحمد لله بتادي موسم في الدوري على اعلى مستوى الحمد لله، يعني زي ما بنقول راكبين الدوري بفرق بنقط كتير، يعني الحمد لله رب العالمين، جهاز فني محترم، لعيبه محترمه ماديه على مستوى عالي، ان شاء الله رب العالمين يبقى الحظ والتوفيق من نصيبنا الحمد لله رب العالمين. اللعيبه تعبانه الفتره اللي فاتت ديت، فان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله يوم الخميس ويكلل مجهودهم ده على خير ان شاء الله، ونحسم السوبر باذن الله رب العالمين. والله يعني اكيد الاقامه في الامارات هتبقى حلوه قوي، يعني ملعبهم اكيد مجهز يعني، واتوقع ان هم يكسبوا 2-0 ان شاء الله ويرجعوا كده كسبانين باذن الله. والله انا شايف ان هي مباراه في الامارات طبعا، يعني بالنسبه طبعا للمصريين الموجودين في الامارات ان كان اهلاويه او زملكاويه، اعتقد انها طبعا مباراه كويسه ومباراه جيده. جماهير الامارات كلها بتحب النادي الاهلي والزمالك برضو، يعني جماهير الامارات نفسها المواطنين، غير طبعا لعيبه النادي، جماهير النادي الاهلي والزمالك في الامارات اللي هم عايشين هناك وبيشتغلوا هناك، هتبقى اعتقد انها بتبقى مباراه حلوه. واستادات الامارات فيهم ميزه، تحس انها استاد معقول كنز، تبص تلاقي مثلا مجموعه ممكن تبص تلاقي 10,000 متفرج بس تحس بيهم، تحس ان الاستاد مقفول، 15,000 تحس الاستاد مقفول، ودي من الحاجات الكويسه قوي، بتدي مباراه حماسه وبتدي مباراه شعبيه كبيره جدا، علاوه طبعا الملايين اللي هتفرجوا عليها طبعا في الوطن العربي وخاصه في مصر. مباراه السوبر دي هتبقى مباراه ان شاء الله ان شاء الله كده تكون مباراه كويسه تليق طبعا بسوبر الكره المصريه، وبتمنى طبعا في النهايه ان النادي الاهلي طبعا يتفوق باذن الله، ان شاء الله طبعا الفريق الاول باذن الله يشرفنا ويكسب بطوله السوبر ان شاء الله، وشايف النادي الاهلي قادر على كده، لان كل المعطيات اللي قبليها تؤهل النادي الاهلي ان هو يكسب مباراه السوبر. مباراه السوبر كبيره والنادي الاهلي مستعد لها كويس، واحنا متعودين ان احنا بنكسب في الامارات ان شاء الله. الاجواء بتبقى جميله في الامارات، المصريين كتير هناك يا فاروق، سواء من النادي الاهلي او من نادي الزمالك. انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان المباراه تخلص في اطار من الروح الرياضيه اهم شيء، واحنا مصريين، ولكن اتمنى طبعا فوز النادي الاهلي، فريق كبير وفريق عظيم ان شاء الله باذن الله ناخد البطوله دي، احنا في مستوى فني عالي جدا ان شاء الله بفضل الله الحمد لله. بس انت عارف ان المباريات دي ملهاش مقياس وملهاش حسابات، ممكن انت تبقى فايق وكويس جدا، ولكن ظروف في الماتش يعني لازم الماتش يبقى معمول حسابه كويس جدا من لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله الفوز هيبقى يكون للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. اللعيبه ما بتشوف الجمهور بيحرك يعني الحجر زي ما بنقول، يعني ما شاء الله اللعيبه ما بتشوف، ولا خاصه لعيبه النادي الاهلي الجمهور بيديها دفع كويس جدا، واللعيبه لما بتشوف الجمهور بتعمل يعني جهد مضاعف، يعني لو بيأدي مثلا 60-70% لا المجهود بيبقى 100% ما شاء الله، وبيموتوا نفسهم عشان الجمهور. فطبعا الاجواء الجماهيريه دي حاجه جميله، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى نشوف بقى استاد القاهرة مليان بال 120,000 متفرج تاني، ونشوف جمهور عظيم كده يشرف الفرقتين، ويكون في روح من التنافس والمنافسة الشريفة ما بين الفرقتين إن شاء الله. يعني الأهلي والزمالك في أي مسابقة بتبقى ليها أهمية كبيرة، بالرغم من أن
الفرق دايما الاهلي والزمالك بيبقوا مشتركين في كذا بطوله، بس طبعا بتبقى الاهلي والزمالك في اي بطوله ليها رونقها وليها اهميتها، وبالذات لما تكون على ماتش واحد على بطوله كبيره زي بطوله السوبر، وكذلك احنا بنلعبها بره مصر، فطبعا احنا بنبقى حريصين جدا كمصريين ان احنا نظهر بشكل كويس. اللعيبه طبعا من غير ما انت بتتكلم خلاص ماتش زمالك بالنسبه للنادي الاهلي بتبقى طبعا ليه اهميته وليه تركيزه. اتوقع طبعا الماتش هيبقى ماتش حماسي جدا، ماتش متوتر جدا، اتمنى طبعا فوز لينا. احنا الحمد لله الفتره دي ماشيين في الدوري بشكل كويس جدا، عايزين نترجم ده ان شاء الله في ماتش السوبر وفي بطوله افريقيا ان شاء الله، واتمنى الفوز لينا ان شاء الله. الماتش لما يبقى خارج البلد زي ما انت شايف بتبقى الجماهير المصريه اللي عايشه في الامارات بتبقى مهتمه ازاي، بتبقى سعيده جدا انها تشوف ولادها سواء الاهلي او الزمالك عندها. الماتش بيبقى مهم جدا، بيبقى ليه طبعا ليه ابعاد كتير، فطبعا بيبقى فيه تركيز كتير جدا بالنسبه للاهلي والزمالك، واتوقع ان شاء الله ان الماتش ده يعني ربنا يكرمنا كده وناخد البطوله السوبر بحيث تبقى دافع لينا ان شاء الله لبطوله افريقيا. المباراه الصبح انت عارف اهلي والزمالك، شوف احنا حتى بنلعب 2004 هي اهلي والزمالك، حتى لو انت بتلعب ماتش ودي مع اهلي والزمالك حتى بنبقى نعمل ما بيبقى في ماتش اعتزالات وحاجات تلاقينا بنعمل حاجات كده، ما بيبقاش كله اهلي والزمالك مع بعضه، بيبقى فيها تنافس. احنا اهلي والزمالك ماتش صعب على الفرقتين، انت عارف ملهاش مقاييس خالص، بس انا طبعا احنا واثقين الاداء بتاع النادي الاهلي في الفتره الاخيره في ثبات جميل جدا، سواء في ثبات اللعيبه، ثبات في الاداء، ثبات في حاجات كتير قوي كويس، بس لازم النادي لعيبه النادي الاهلي تعرف حتى لو احنا خدنا بطوله الدوري الناس عايزه نكسب الزمالك، كسبنا الزمالك عايزين ناخد افريقيا، هو النادي الاهلي كده يا جماعه. فانا شايف المباراه مباراه ان شاء الله احنا نتمنى كراجل اهلاوي اتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكسب، بس المباراه ما فيش مقاييس للاهلي مباراه الاهلي والزمالك.